السلام عليكم. البينك باستا من الأكلات اللي منتشرة جدا في المطاعم والكافيهات كمان، عشان تعتبر أكلة سريعة وكل الناس بتحبها كبار وصغيرين. النهاردة بقى احنا هنعملها بنفس سعر الطبق الصغير اللي بينزل لنا في الكافيه أو بينزل لنا في المطعم، هنعمل بيه طبق كبير يقضي من 3 لأربع أشخاص كمان بمنتهى السهولة، والطعم أحلى وأطعم كمان في البيت. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. مبدئيا كده هتلاقوا في كل وصفات الباستات بتاعتي احنا بنسلقها من 2 لـ3 بس، يدوبك بس تبقى ما بتتكسرش علشان تشرب من الصوص براحتها وما تنفش كده ويبقى شكلها وحش جوه الصوص. سلقتها من 2 لـ3 في مية سخنة وملح، ونروح بقى نعمل الصوص اللي يجنن. في الطاسة بقى او الوقت اللي هنشتغل فيها هنزل بشوية من الزيت عشان الزبدة بتاعتي ما تتحرقش. استخدموا المادة الدهنية اللي تحبوها، بس انا بفضل الزبدة، لان زي ما انتوا عارفين اللي متابعني هيلاقي ان انا ما بعملش اللي هو الدقيق والزبدة، انا بستخدم الزبدة بس، مش بنعمل اللي هو صوص البشاميل الخفيف. فالزبدة هي اللي هتساعد على قوام الصوص، تخليه بالظبط كأننا حاطين دقيق. الزبدة بتاعتي ابتدت تسيح، هنزل ببصلة مفرومة، بصلة صغيرة لمتوسطة حسب الكمية اللي انتوا بتعملوها. هشوح البصلة كويس قوي في الزبدة لغاية ما تبقى قربت تصفر، وبحب انزل على البصلة بفلفل اسود، يعني هنحط فلفل اسود تاني، بس انا بحب قوي لما نيجي نشوح بصلة نحط عليها فلفل اسود، بحس انها بتفرق جدا في الطعم. جربوا واحكم كده. البصلة بتاعتي لونها هيبتدي يتغير ويصفر، مش عايزينها تتحرق، يدوبك تصفر. هنزل بفصين من الثوم مفرومين برضو ناعم، كل ده مفروم ناعم لانه مش هيبان معانا في الباستا خالص، احنا ما بنحسش بطعم البصل والثوم لما بتيجي تتقدم لنا، بس هي بيبقى فيها بصل وثوم. فالسر ان هما بيبقوا مفرومين كويس جدا وبيغوصوا كده جوه الصوص. ادي فصين الثوم المفرومين، ريحتهم بقى تطلع وتتشوح مع البصلة كويس. خلاص بصوا الريحة بقى تطلع، ننزل بقى بالصلصة بتاعتنا. صلصة عادية خالص، مش هنحط صوص طماطم ولا اي حاجة، ما تعقدوش نفسكم. انا نزلت باك صغير اللي هو بيبقى الصغير ده، هكتب لكم في صندوق الوصف كام جرام، بس يعتبر شبه الكوب من الصلصة العادية بتاعتنا خالص. نيجي بقى للسر الخطير اللي بيخلي الباستا طعمها يجنن، ان الناس بتستعجل وتروح نازلة بالمية ونازلة بالصوص اول ما تحط الصلصة. لا، السر اللي يجنن في الباستا ان احنا نسيب الصلصة تتحمص تتشوح لغاية ما خلاص، يعني نحس انها بقى خلاص كده. هتشوفوا دلوقتي ازاي اتحمصت وابتدت تنشف السوائل اللي فيها وابتدت تعمل صوت بقى كده بابلز، تبقى هي بقى كده تشوحت وجاهزة ان احنا ننزل بيها. خطوة تحميصة الصلصة دي بتفرق جدا في الطعم، حتى في الباستا العادية والسباجيتي العادية خالص الكلاسيك اللي أكيد إن شاء الله هنعملها مع بعض للمبتدئين والمغتربين، السهلة كده البسيطة اللي مش تاخد مننا 10 دقايق تحضير. هتلاقوا كمان بلاي ليست كاملة للباستا هملهولكوا على الآخر إن شاء الله، هو دلوقتي فيه 10، هنفضل نكمل مع بعض إن شاء الله ألبوم كامل للباستا، وهحطلكوا أكيد اللينك بتاعه في آخر الفيديو. كده بقى هي نشفت، بصوا أهي ابتدت تعمل بابلز. أنزل بقى بكوباية من المية، هي كوباية بس، الكوباية المعيارية، يعني لو كوباية قد كوباية الشاي كده، مش عايزين نكتر في المية، احنا بس عايزين ندوب بقى الصلصة في المية اللي حطيناها. اهي دوبناها وابتدت برضو تغلي وتعمل البابلز كده، تبقى جاهزة ان انا انزل بالكريمة بتاعتي. هننزل بكوب من الكريمة، كوب واحد، احنا نزلنا بكوب من المية هننزل بكوب من الكريمة، وهقلب كل ده مع بعضه. بصوا اللون بقى لون وهمي، لون يجنن، اللون يفتح النفس على الاكل. قلبت بقى كل ده مع بعضه، تعالوا بقى نشوف ايه التوابل اللي هنحطها. التوابل مش كتيرة خالص، وطبعا اتكلمنا قبل كده ان التوابل مش بكترتها خالص.
نزلت بربع معلقة من توابل البطاطس موجودة في كل حتة، مش قادرة اقول لكم طعمها مع الباستا دي بيبقى عامل ازاي. ممكن تحطوا التوابل اللي تحبوها، ربع معلقة من الاوريجانو او الزعتر البري اللي الاكل الايطالي ما بيستغناش عنه خالص، بجد بيبقى حلو معاه قوي. كمان ربع معلقة من الجنزبيل البودرة، مش قادرة اقول لكم جماله مع الباستا دي بس ما تكتروش. ربع معلقة من البابريكا اللي هي مش شطة، ممكن تحطوا الشطة براحتكم برضو ترجع للذوق. وكمان هنزل كمان بمرق دجاج، ودي حاجة اختيارية ممكن تعملوها او لا. انا حطيت يعني ما يعادل مكعب واحد. هقلب بقى كل ده، وكل ده هكتبه لكم في صندوق الوصف. هنزل بقى بالمكرونة بتاعتي واسيبها بقى هي تكمل سواها مع غليان الصوص. ساعتها بقى المكرونة هتتغلف كويس جدا بالصوص وهيمسك فيها كده، وهيبقوا استووا مع بعض وهتبقى خدت من طعم الصوص. فما تسلقوش المكرونة قوي قوي زي ما اتفقنا. هقلب، واول ما هتبتدي تغلي هنزل بالجبنة. في ناس بتحط جبنة موتزاريلا بس انا بحب معاها طعم الجبنة التشادر الصفرة او الاورنج دي، براحتكم حطوا الجبنة اللي تعجبكم. ممكن تحطوا بارميجان وتشادر، ممكن تحطوا بارميجان وموتزاريلا، اللي يعجبكم حطوه. احنا حطينا خلاص الاساس بتاع المكرونة. انا ما حطيتش ملح عشان حطيت مرق دجاج، فالملح يرجع لكم. هحط بس رشة زيادة من الفلفل الاسود. كده نكون خلصنا احلى باستا، بينك باستا في الحياة. جربوا طريقتي وقولولي في الكومنتس، وكمان هنكمل مع بعض سلسلة باستات كتير ان شاء الله. ما تنسوش بقى تفعلوا الجرس وتبعتوا الفيديو لاصحابكم لو عجبكم. باي باي.